حاكم الشارقة يعلن عبر الخط المباشر تخصيص أرض على طريق الذيد لإنشاء مدينة رياضية وإنشاء مؤسستين للعمال والأمن والسلامة. محمد بن راشد يشهد افتتاح فعاليات منتدى الإعلام العربية 13 ويدشن صالة تحرير المستقبل الذكية والأولى عربيا. تنفيذي الشارقة برئاسة ولي العهد يطلع على الفئات الجديدة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام ونقدم لحضراتكم أخبار الدار. من مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نفتتح جولتنا الإخبارية فخلال مداخلته الهاتفية مع برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، كشف صاحب السمو حاكم الشارقة عن أكبر مشاريع الشارقة الرياضية، وهي مدينة رياضية متكاملة يبدأ العمل بها قريبا تضم كافة الرياضات الداخلية والخارجية. موجود الآن يعني مدينة رياضية ستكون إن شاء الله يبدأ فيها قريبا، فيها كل الرياضات الداخلية والخارجية، وكذلك يعني استاد رياضي ما شاء الله مميز، نحن ما بنقول كيف شكله، وهو على طريق الزيد الله يعني من بعد الجسر اللي في الصجعب قليل يعني. ومن الرياضة إلى السياحة، إذ لم تخلو مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن كشف المزيد من المشاريع السياحية والبيئية في الشارقة، والتي تأتي تزامنا مع اختيار الشارقة عاصمة للسياحة العربية لعام 2015. عندنا الآن نحن في السنة القادمة إن شاء الله العاصمة السياحية، يعني يتبعها كثير من المشروعات ما شاء الله، يعني عندنا الآن مشروع محمية واسط، عندنا كذلك محمية الحفية ما سيرافقها في كلبة، مشروع مليحة نعم صديق، وهذا يعني مشروع ضخم صحيح الآن يعني ينفذ إن شاء الله ما شاء الله. عندنا يعني مثل هذه المشروعات اللي هي تبقى، يعني مشروع مليحة كل مكتشفات مليحة كلها تعود إلى مليحة، يعني ما يجوز أنا أشيلها من مليحة وأحطها هنا في الشارع، لا تبقى في مكانها بس مو في العراء، لا يعني في متحف صحيح، نقول شوف هذا المكان، يعني هذه هذه اللقاء اللي حصلناها مثلا، وسياحة فيها في نفس المكان، سياحة أثرية سياحة بيئية نعم، سياحة من كل أنواع السياحة، والإنسان الزائر يلف عليها كلها، وهذا مشروع ماشي يعني إن شاء الله قبل ما يعني نأمل إن شاء الله قبل ما تدخل السنة نكون إحنا جهزنا هذه الأمور إن شاء الله. الله جميل، والحمد لله. يعني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كشف النقاب أيضا عن عزمه إنشاء مؤسستين جديدتين في إمارة الشارقة، الأولى تعنى بالنظر بأحوال العمال وظروفهم المعيشية، والثانية تختص بالأمن والسلامة في الإمارة. والآن أنا أنشي يعني مؤسستين يعني يساعدوني في العمل الذي أنا أقوم به، لأن تعرف يعني العمل يريد له متابعة يريد له كذا، مؤسسة واحدة هي تقوم بالنظر في مشكلة العمال من ناحية إقاماتهم سكنهم مرافقهم صحيح. صحتهم حقوقهم كل هذه الأشياء، وهذه هي كلها تحت إدارتي أنا مباشرة. المؤسسة الثانية اللي أنا أنشئها الآن هي الأمن والسلامة، وهذه تختص الآن يعني هي فوق الدفاع المدني البلدية الغير نحن هم فوق، واللي ما بيمشي ندفع في ظهره.
مداخلات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لم تخلو من الإشادة بكل من عمل على تطوير المنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة، إذ أبدى صاحب السمو حاكم الشارقة ثناءه وإعجابه بما قدمته قناة الشرقية من كلباء في الارتقاء بالمادة الإعلامية المقدمة. تتابعهم طويل العمر، تتابع قناة الشرقية وتابع ما شاء طبعاً الله. طبعاً في برامج جميلة ما شاء الله ونشاط من ما شاء الله البنات هناك يعني. ما شاء الله ما شاء الله عليهم وما شاء الله الحين بيزيد نشاطهم طويل العمر كذلك بعد توجيهاتك الأخيرة إن شاء الله يا طويل العمر بيزيد نشاطهم بإذن الله. إن شاء الله يكونهم عندهم يعني استوديو خاص بهم إن شاء الله بإذن الله ينتجون وإن شاء الله يتمدون في البث الوسطى الوسطى إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا طويل العمر إن شاء الله إن شاء الله يعني أنا مثل ما شفت الآن النشاط الموجود في نعم. في قناة كلبة نعم. يعني أتمنى إن شاء الله يكون في نفس المستوى بإذن الله. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية افتتاح الدورة 13 لمنتدى الإعلام العربي المقام بمدينة جميرة في دبي والذي يستمر يومين بمشاركة لفيف من قيادات ورموز العمل الإعلامي العربي والخبراء العالميين. حضر افتتاح المنتدى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العرب وأكثر من 2000 من خبراء وقيادات الإعلام العربي وكبار الكتاب والمفكرين العرب وصناع القرار في كبريات مؤسسات الإعلامية العربية والعالمية. في المركز الإعلامي لمنتدى الإعلام العربي في قاعة الجوهرة في مدينة جميرة في دبي دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي دشن صالة تحرير المستقبل الذكية بالكامل والتي يكشف النقاب عنها لأول مرة على مستوى الوطن العربي بمناسبة انعقاد منتدى الإعلام العربي في دبي. وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول طريقة استخدام الأجهزة والشاشات الإلكترونية المتطورة من قبل الإعلاميين والصحفيين دون الحاجة إلى الكتابة أو استعمال الهاتف حيث تعمل الشاشة الإلكترونية بالبصمة. في سياق منفصل استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجلس مدينة جميرة في دبي قبل ظهر اليوم الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، كما تجاذب الجانبان أطراف الحديث حول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالوضع العربي الراهن وسبل توظيف الإمكانات والطاقات العربية لخدمة الأمة. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وأعضاء الجهازين الإداري والفني، وهنأهم سموه على الإنجازات الكروية الثلاثة التي حققها الفرسان الحمر خلال الموسم الرياضي الحالي. وأكد سموه خلال اللقاء أن حصول النادي على 3 بطولات وفوزهم بكأس السوبر وكأس الخليج العربي ودور الخليج العربي يعد انتصارا للكرة الإماراتية عموما وإنجازا وطنيا بامتياز. استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الإمارات بار كون هي رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية التي تزور البلاد حاليا والوفد المرافق. ورحب سمو ولي عهد أبو ظبي برئيسة كوريا الجنوبية والوفد معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وجدد سموه تعازي قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعازي سمو وفي ضحايا حادث غرق السفينة الكورية الشهر الماضي.
اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مشروع القرار المتعلق بالغرامات المترتبة على عدم تجديد التراخيص المملوكة لمواطني الإمارة. جاء ذلك ضمن جملة المواضيع التي ناقشها واطلع عليها المجلس التنفيذي خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم. برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، تداول المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم، متخذا على إثر مناقشاته عددا من القرارات التي من شأنها تطوير منظومة العمل في دوائر ومؤسسات الإمارة. بدأت مجريات الاجتماع بالاطلاع على المذكرة المقدمة من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بشأن تصحيح أوضاع الإضافات السكنية غير المرخصة بالمنطقة الوسطى، حيث أطلع سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان المجلس على آخر مستجدات الموضوع، وذيلها بعدد من المقترحات التي من شأنها الحد من هذه المخالفات. وبعد مداولات الست الأعضاء للمذكرة، وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي سعادة رئيس دائرة الإسكان بالتنسيق مع الأمانة العامة بهذا الخصوص. واطلع المجلس التنفيذي تاليا على مشروع القرار المتعلق بالغرامات المترتبة على عدم تجديد التراخيص المملوكة لمواطني الإمارة، حيث تقدم المجلس الموقر إثرها بعدد من التوصيات التي من شأنها إثراء مشروع القرار مع مراعاة تحقيق المصلحة العامة. كما وجه المجلس التنفيذي هيئة الطرق والمواصلات وبعد اطلاعه على مشروع قانون لتنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم والجهات المعنية بهذا الشأن. هذا واعتمد المجلس الموقر مذكرة التفاهم المزمع توقيعها من قبل دائرة التسجيل العقاري حول شهادات الإفادة عن الأملاك. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، قدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام شرحا حول ما تم استحداثه من فئات جديدة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بدورتها الثانية، والهادفة إلى الارتقاء بمعايير العمل في مجال الاتصال الحكومي وترسيخ أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال. ثم اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعدها على جدول أعمال الجلسة 15 من الفصل التشريعي الثامن للمجلس الاستشاري والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل. أخبار الدار ما زالت متواصلة، فابقوا معنا حيث تتابعون بعد الفاصل. متاحف الشارقة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف باعتبارها مؤسسات تفاعلية تعزز الروابط بين الأجيال والثقافات. عودة جديدة نواصل فيها عرض ما تبقى من أخبار محلية، فأهلا بكم. لأنها عاصمة الثقافة الإسلامية، تقدم الشارقة للعالم الإسلامي فعاليات تزخر بالتجارب التي تعود بفائدتها على المجتمعات. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمناسبة اختيار الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2014، تم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس الدائرة وهشام المظلوم مدير إدارة الفنون بالدائرة، تم الإعلان عن انطلاق فعاليات معرض التصوير الضوئي الدولي أنا والآخر يوم غد الأربعاء، ويستمر حتى 21 من يونيو المقبل بمتحف الشارقة للفنون. هذا ويقدم المعرض مجموعة من الفنانين والصور ذات التأثير البصري القوي، كما يتم على هامشه تنظيم محاضرات وورش فنية خاصة بالتصوير الضوئي.
نظم المنتدى الإسلامي معرضا وندوة متخصصة بعنوان العواصم المفقودة قرطبة وغرناطة، وذلك ضمن مشروع ثقافي جديد يكرس المنتدى جهوده لرد الفضل لأهم منارات الحضارة والثقافة الإسلامية التي أبدعتها أياد مسلمة. ويصب هذا المشروع ضمن استراتيجيات العمل وأنشطة الاحتفاء بالشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية. افتتح المعرض سعادة ماجد بوشليبي الأمين العام للمنتدى الإسلامي الذي صحب ضيوفه وضيوف الندوة وزوار المعرض في جولة لأركان وأقسام المعرض الذي شكل نموذجا للمدينتين العريقتين. تحت شعار اقرأ انطلقت فعاليات مهرجان دبل حصن القرائي الأول والذي تنظمه بلدية دبل حصن لثلاثة أيام متواصلة في حديقة الكورنيش. المزيد في تقرير الزميلة هناء الظهوري. بمشاركة مؤسسية مميزة انطلقت فعاليات مهرجان دبل حصن القرائي الأول الذي افتتحه سعادة علي أحمد بن يعروف رئيس المجلس البلدي في مدينة دبل حصن، يرافقه طالب صفر مدير البلدية بالإضافة إلى أعضاء المجلس وموظفي البلدية. فعاليات تعزز مكانة الشارقة الثقافية وطبعا كذلك يعزز مكانة الدولة من رياديا من ناحية الثقافة والعلم والإبداع. المهرجان احتوى على العديد من الورش الفنية والتعليمية وفعاليات وأنشطة متنوعة للأطفال تتناول مواد ترفيهية مثل الرسم والمهارات الحياتية، كما شاركت مدرسة الحور للتعليم الأساسي بمجموعة من الفقرات على المسرح تنوعت بين فقرة الحكوات وبعض العروض المسرحية الأخرى. في البداية يعتبر هذا مهرجان القراءة الأول اللي هو الفعالية الأولى اللي تنظمها بلدية مدينة دبل حصن، والهدف منها اللي هي التوعية والمحافظة على القراءة، واللي هي تهدف بالشكل الرئيسي المدارس والجمهور اللي هو محيط في هذه المدينة. أنشطة متنوعة رافقتها مشاركة ثقافة بلا حدود بالمكتبة المتنقلة التي سوف تزيد لدى مرتاديها مبادرة القراءة المستمرة، وسترمي أيضا إلى تشجيع الثقافة والمعرفة ورفع مستواها بين الأطفال. يعمل مهرجان دبل حصن القرائي الأول على جعل القراءة أهم وسائل كسب المعرفة لما لها من دور كبير في تقوية شخصية الإنسان على المدى البعيد. جاء هذا المهرجان بتنظيم بلدية دبل حصن لتوعية الجمهور بأهمية القراءة وتعزيز الثقافة لديهم. لأخبار الدار هناء الظهوري، مدينة دبل حصن. بحضور سعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، نظمت الغرفة بمقرها الرئيس لقائها التشاوري مع عدد من المدراء التنفيذيين وممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية في الشارقة. شددت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الحكومية المعنية بالإمارة بما يخدم مضاعفة صادرات المنتجات والسلع للمنشآت الصناعية بالشارقة. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته الغرفة بمقرها الرئيسي مع عدد من المدراء التنفيذيين وممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية سعيا لإيجاد مبادرات مبتكرة تخدم النهوض بالقطاع الصناعي والمحلي ومواصلة الجهود الحثيثة لمواجهة التحديات التي تحول دون استمرارية النهوض بهذا القطاع. لقاء اليوم طبعا هذا اللقاء التشاوري لرئاسة سعادة الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع القطاع الخاص وخاصة القطاع الخاص الصناعي، يهدف إلى يعني مشاركة القطاع الخاص في دعم استراتيجية الغرفة وأيضا اطلاع على اقتراحاتهم فيما يخص عملية تنمية الصادرات بالنسبة للقطاع الخاص في إمارة الشارقة وأيضا فتح أسواق جديدة لهذه الشركات خارج الدولة.
اللقاء بحث سبل تنمية الصادرات وكيفية الاستفادة من دور الغرفة في فتح مجالات تسويقية داعمة للمنتج الإماراتي، كما تم استعراض واقع القطاع الصناعي وما حققه من مكتسبات مكنته من أخذ مكانة مميزة في طليعة الدول إقليمياً. كما وشمل النقاش ما يمكن أن تقدمه الغرفة من تسهيلات تعزز من صادرات المنشآت الصناعية وتزيد من تواجدها في الأسواق الدولية من خلال برامج الزيارات الخارجية التي تنفذها الغرفة والمشاركة بالمعارض والأحداث الاقتصادية سواء ضمن مظلة وزارة الاقتصاد أو عبر المشاركة الموحدة لفئات ودوائر الهيئات الحكومية بالإمارة. من خلال هذا الاجتماع الدوري يتم وضع خطة استراتيجية وبعض الضوابط والاشتراطات للنمو بإمارة الشارقة تجاريا واقتصاديا. لأخبار الدار فايزة الضنحاني. أما الآن فإلى هاجر الحراج لتقدم لحضراتكم فقرة التواصل الاجتماعي. مرحبا. شكرا لك سعد علي. مشاهدينا الكرام، إلى جديد فقرة التواصل الاجتماعي بعد لحظات. أهلا بكم. نبدأ وإياكم من موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث غرد حساب دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة تغريدة جاء فيها: تعقد الدائرة جلسة العصف الذهني الخاصة بمناقشة آلية تخصيص الأراضي السكنية يوم الخميس الموافق 22 مايو 2014، وتدعو الإخوة المغردين بالمشاركة الفعالة لإيصال مقترحاتهم المتعلقة بنظام تخصيص الأراضي السكنية على الوسم الظاهر أمامكم. إلى تغريدتنا التالية من حساب شرطة الشارقة، وفيها: شرطة الشارقة تستدعي سائقي المركبات المتجاوزين للسرعات العالية التي تتعدى 200 كيلومترا في الساعة، وتؤكد بأن عقوبتهم هي حجز مركبتهم لشهر بدون بدل حجز و1000 درهم غرامة و12 نقطة مرورية. كالعادة نشارككم ما تداوله موقع التواصل الاجتماعي انستغرام من صور تخص الشأن المحلي. صورتنا الأولى من حساب إدارة مراكز الأطفال بالشارقة جاء فيها: ريم بن كرم مدير إدارة مراكز الأطفال بالإنابة تفتتح المعرض الفني لنتاجات الأطفال الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية المقام في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. صورتنا التالية من حساب إذاعة الشارقة، وفيها: وزارة التربية والتعليم تصدر جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للصف 12 للقسمين العلمي والأدبي. وإلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة والذي تم تداوله خلال الساعات الماضية، وفيه: محمد بن زايد يحضر الاحتفال بمناسبة زفاف الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة على كريمة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد بمشاركة 50 عريسا من أبناء الوطن. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا لفقرة اليوم. نلقاكم في فقرة جديدة في نشرة منتصف الليل. أخيرا ندعوكم لمشاركتنا أخباركم وصوركم بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. شكرا لمتابعتكم، وعودة لاستكمال بقية أخبار الدار مع الزميل علي الشبيب. شكرا. تشارك متاحف إمارة الشارقة كافة دول العالم احتفالها باليوم العالمي للمتاحف 2014، والذي يأتي في 18 من شهر مايو من كل عام ويحمل رسالة متميزة في كل عام. كاميرا أخبار الدار رصدت احتفاء مجموعة متاحف الشارقة. بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف، جميع متاحف الشارقة تشارك العالم مقتنيات المتاحف عالم متصل. كعادتها السنوية، إدارة متاحف الشارقة تشارك العالم يوم المتاحف، حيث تتلخص رسالة الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف هذا العام في تذكير الجمهور بأن المتاحف هي مؤسسات تفاعلية تساعد في خلق روابط بين الأجيال المختلفة وكذلك الثقافات في جميع أنحاء العالم. مثلا نحن برنامجنا مختلف، برنامج جدا حافل بالكثير من الأنشطة والفعاليات والمعارض المتنقلة. في تنوع جدا ممتاز، وراح نفيد كل فئات المجتمع من الصغار والكبار، واللي يهدف للتعليم بيلاقي التعليم، واللي يهدف للترفيه بيلاقي الترفيه. فعندنا بوتقة او عندنا وعاء ان شاء الله يستوعب الكل في هذا المعرض.
تعد متاحف إمارة الشارقة مؤسسات علمية وثقافية بالنوافذ تطل على الأمس بما تعنيه من ماض عريق وتاريخ أصيل، فيوم المتاحف لا يقتصر على الشارقة فقط بل الاحتفاء يمتد إلى كافة مدن ومناطق الإمارة. غدا يعني الأربعاء هو يوم يعني حافل إن شاء الله بالفعاليات اللي بتكون في مدينة كلباء، ونتمنى إن شاء الله من المجتمع والمشاركين والمدارس والمؤسسات الثقافية في مدينة كلباء، أنتم يعني في مدينة كلباء حريصين جدا على الفعاليات واهتمامكم كبير في الجانب الثقافي، نتمنى إن شاء الله تواجد الكل في الاحتفالية ويكونون إن شاء الله جزء من المنظومة يعني من منظومة الاحتفالية، لأنهم هم مكملين للفعالية ونشاطاتها وفي الحقيقة هم نجاحها بشكل عام. تهتم إمارة الشارقة بتراثها وكنوزها التاريخية لما لها من دور في تعزيز ثقافة المجتمع وحفظ التاريخ الإنساني، لذلك تتعدد المتاحف المتخصصة بالإمارة لتشكل مجموعة متنوعة وفريدة ليحمل كل منها في طياته مقتنيات تربط الأجيال المتعاقبة على مر العصور. ختام أخبار دار، شكرا لطيب المتابعة، وهذا تذكير أخير بأبرز العناوين. حاكم الشارقة يعلن عبر الخط المباشر تخصيص أرض على طريق الذيد لإنشاء مدينة رياضية وإنشاء مؤسستين للعمال والأمن والسلامة. محمد بن راشد يشهد افتتاح فعاليات منتدى الإعلام العربي 13 ويدشن صالة تحرير المستقبل الذكية والأولى عربيا. تنفيذي الشارقة برئاسة ولي العهد يطلع على الفئات الجديدة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الثانية.